الحقيقة إنه دايما إحنا طول الوقت يمكن بنشوف مواهب كتيرة في كل المجالات، وبقينا خلاص مهتمين كده كجمهور سوشيال ميديا إن إحنا نحتفل بالمواهب دي ونتكلم عنها طول الوقت ونشير الفيديوهات بتاعتها طول الوقت، وده أكيد بيفرق مع أصحابها. لكن مهم برضو إنه المواهب دي توصل لمكانها الصح، وإنه لما يكون عندنا مواهب نكتشف المواهب دي من بدري قبل ما المواهب دي تنشغل في الحياة، وصاحب الموهبة يشوف أكل عيشه ويشوف الأسرة اللي هو يعني بيعيلها. ويمكن ده زمان كان موجود بشكل كبير، مسألة اكتشاف المواهب وإنه نلف المحافظات ونطلع منها المواهب، كان في ناس متخصصين في ده على مسمع، يعني كانوا بيلفوا المحافظات ومواهب كتير خرجت من المحافظات بالشكل ده. ويمكن الكورة كانت أشهر حاجة بيحصل فيها الموضوع ده. ويمكن احنا دلوقتي الشركة المتحدة عملت حاجة شبه كده، وعملوا يعني مبادرة الكابيتينو أو مسابقة الكابيتينو عشان كابيتانو عشان يروحوا يلفوا في المحافظات ويشوفوا الناس الموهوبين جدا في الكورة، ويعني يوصلوهم للمكان اللي هم يستحقوها. كان في فيديو حقق انتشار واسع على السوشيال ميديا لجون كده، جون بلاي ستيشن يعني، الحقيقة تأكيد حضراتكم كلهم تابعتوه، وإحنا دلوقتي بنعرضه على الشاشة. يعني حاجة ولا أروع من كده الحقيقة. صاحب الجون هو محمد عثمان، والجون ده كان في الشرقية، دوري في الشرقية. هنعرف من محمد دلوقتي إيه القصة، إحنا حاسين إحنا بنشوف دوري أوروبي. مساء الخير يا محمد. مساء النور أستاذة هدير، أهلا وسهلا بحضرتك. إيه الجون الحلو ده؟ احكي لي عن الفرقة. والله الحمد لله، ده فضل من عند الله. أولا يعني بالنسبة للأجواء اللي احنا كنا فيها، طبعا احنا كنا في بلد كروية مشهورة، طبعا شيت الهواء مهيأ لنا جو كروي، اللي هو ايه اللي هو يقول لك انزل الملعب واعمل اللي عليك. فالفريق بتاعي الحمد لله كنا متفقين عن شغل هنعمله، ضربة ركنية هنعملها ازاي، الفاول من بره المنطقة هنعملها ازاي. ايوه يعني انتوا شكلكم متدربين، الجون ده اصله مش عادي. لا بالظبط كده، احنا بقالنا فترة اساسا شغالين على الحتة دي، يعني اللي تكسبه لعبه. فهي الحمد لله احنا طبعا انا بعمل العرضية وهو بيردها لي، وعلى حسب ما بتيجي وعلى حسب الكورة جات لي على الهيدرز على بطن الرجل على اي هيئة انا بستعد ليها، بكون واخد القرار بتاعي. بس في لحظه واحده ممكن القرار بتاعي بيتغير. يعني انا داخل ان انا هلعبها بالهيدر، طب خلاص جت ان هي تتعمل باكورد، خلاص يبقى انا الرياكشن بتاعي والفكر بتاعي في ثانيه بيتغير. طيب انا شايفه الموضوع دوري بجد وقصه، يعني في معلق صوتي كمان سمعت صوته في الفيديو. احكي لي كده الموضوع بيمشي ازاي، بقى لكم كام سنه بتلعبوا الدوري ده، واحكي لي كمان عن يعني اللي عملك الاسيست ده مين، عايز اعرف. بالنسبة للدوري بتاعنا طبعا احنا بقالنا يمكن انا عندي حاليا 29 سنة، انا من قبل ما اتولد اصلا الدورات دي موجودة واسمع عنها في الثمانينات والتسعينات، وبس كان لسه عصر السوشيال ميديا ما حضرش، لسه ما كانش موجود بالظبط كده عشان يطلع للاعلام. اما حاليا بقت الوسيلة سهلة ان هي توصل اسرع. فالدوري بتاعنا بيبقى عباره عن تجمع شهر او شهر ونص على حسب، وبيبقى في بلدان يعني مختلفه. يعني مثلا الهدف بتاعي ده جاء في بلد اسمها شيط الهوا، وبيعد لك طبعا ملعب، يظبط لك الملعب، شبك، جمهور، معلق للمباراه، وبنبتدي نعمل اكننا بنلعب كاس عالم بالظبط كده. بالنسبه للاعيب اللي جاب اللي عامل الاسيست ده، طبعا من زمان وانا ليا رؤيه فيه، هو ان الولد ده لازم يبقى في مكان بعيدا عن الهدف. عمره قد ايه يا محمد؟ محمد عنده 22 سنه، وكان لعب بالفعل في نادي الداخليه، بس ما حصلش نصيب ان هو يكمل. محمد طول عمره موهوب، واللي بيميزه اكتر ان هو صاحب قدم يسرى. وطول عمري بقول على ان محمد سعيد ده يمكن هم بيقولوا عليا ميسي الاقاليم، او يعني ده اللي اتنشر. لا انا يمكن اقل من اللي اتقال كمان، لا في احسن مني كتير. يعني محمد سعيد ده موهبه فعلا. اذا ده تواضع المحترفين يا محمد. الحقيقه ان احنا يعني مبسوطين بيكم جميعا، وان شاء الله المواهب دي ينظر اليها بعين الاعتبار، وكل واحد يصل للمكانه اللي بيستحقها. انا بشكرك شكرا جزيلا محمد عثمان
يعني الحقيقة انه في كل قرية جوه مصر مليانة مواهب في كل المجالات، مهم جدا ان احنا نلقي الضوء على هذه المواهب، مهم جدا ان احنا نهتم بهذه المواهب، مهم جدا انه هذه المواهب يتم تبنيها علشان يعني ترفع راس بلدنا في مجالات عده. النهارده لما بنتكلم عن محمد صلاح كلنا فخر واحنا بنتكلم عن محمد صلاح، بلدنا ممكن يطلع منها ألف محمد صلاح، لكن الحقيقه انه المواهب دي بتحتاج انه حد يتبناها وحد يرعاها، وزي ما كنت بقول لكم المهم انه نتبناها من وهي لسه شباب صغيرين يقدروا انهم يدوا البلد يعني بكل قوه وبكل نجاح.